ايوه يا اسلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا، مساء الخير، اتفضل، علي صوتك شويه. لو سمعت بس كنت عايز استفسر. كان عندي بنتي عندها شفة أجنبية من صغرها، وعملت لها عملية وعندها لسه 40 يوم. كويس، تمام، بس هي الموضوع شفة أجنبية كان بسيط، يعني على الشفة بس من خارج كده، وواخد حتة من جوه الأنف، حاجة بسيطة. تمام، فلما عملت لها العملية تمام، الشفة بقت كويسة، بس طبعا بقى في لوحة صغيرة أوي في الأنف. وهي عندها كم سنة دلوقتي؟ عندها كم سنة؟ دلوقتي عندها 5 سنين. كويس أوي. طبعا هو أيوه، اتفضل. وفي المكان اللي هو بتاع الجرح، الخط بتاع العملية، تمام تمام هل يا اسلام. الحاجات دي ممكن تروح اه تعملها طبعا مثلا ممكن تروح. عملية وهي صغيرة كده، ولا لما تكبر؟ شكرا يا اسلام على اتصالك. هو اسلام دخل فينا في الجو. انا احب اقول الاسئله اللي تيجي زي ما دام عزيزه من شويه. شفه ارنبيه وتصلح حته فيها اثر، طبعا الاثر يتصلح. في حالات نسبه مثلا اقول 20% من تصليحات الشفه الارنبيه تحتاج مراجعه في يوم ما، لشكل الجرح اللي فيه الشفه مش مظبوطه قوي، الجرح لونه او عريض او بارز ولا whatever، او حاجه كمان في الانف زي ما بنقول. 5 سنين يعني اعتقد ان هو بدري شويه، لكن ممكن. لكن احنا عاده بنعمل الموضوع ده، والتصليح الانف بعد الشفه الارنبيه بيبقى عاده في سن 8 9 سنين اذا كان الانف فعلا فيه تشوه كبير. اذا كان الحكايه كلها ان الجرح بس هو اللي باين وحاجه بسيطه في الانف، يمكن انها تعمل دلوقتي برضو قبل ما تروح المدرسه عشان ما يسبب لهاش اي ضرر نفسي. فاطمن يا استاذ اسلام ان الموضوع ده ممكن تصليحه ان شاء الله. جراح تجميل كويس يعملها لك باذن الله.